والآن سيغادر مباشرة من البرنامج. ونقول لهم شكرا لعطاءاتكم، ما قصرتم، ولكن ثقوا تماما بأن كل فريق سيخرج الجمهور سيختار واحد فقط من الفريق، يعني ثلاث فرق تغادر حنختار واحد وواحد وواحد، نشكل فريق جديد، الجمهور هو الذي سيشكل هذا الفريق وسيسمي هذا الفريق وسيبدأ بعطاء جديد. عبد الوهاب أيضا من الفرق الأربعة في فريق مستمر معنا بس موجود ما ندري منه، ياهو لقطة، ياهو بصمة، ياهو موجة، ياهو الفريق الذي سيغادر وسيودع برنامج شكرا فريق نبض. أول فريق يغادر معنا، يبقوا هنا يا شباب، تعالوا، لأنه في واحد منكم بيبقى بس حيختار الجمهور بعدين في اللي. نعم، الآن ثلاثة فرق، واحدة من أول الفرق الثلاثة موجود لسه. بنعلن عن الفريق الذي سوف يغادر أيضا، الفريق الثاني الذي سوف يلحق بنبض هو فريق شو اسمكم؟ بصمة. شو اسمكم؟ نبض. أنتم إيش؟ فريق لقطة سيغادر. الفريقين تفضلوا شباب، ينزلوا شباب، الفريقين ينزلوا. أيوة ينزلوا الفريقين، شكرا الفريقين، لقطة ونبض. شباب سريع شباب عشان نكتب حلقتنا يا شباب، يخرجون الآن. شكرا الفريقين اللي مغادرين. يبقوا معانا فريقين، فريق باقي معانا، فريق موجة وفريق بصمة، فريق بيغادر وفريق سيستمر. نعم، شكرا للشباب، ينزلوا شباب يعطيكم العافية. فريق هنا عندنا، فريق على يميني شباب، فريق وين؟ فريق موجة وفريق فريق بصمة. بصمة وموجة هم موجة. اللي تعالوا هنا جنبي معلش. الفريق الذي سيغادر، اصبروا خلنا نتأكد منهم، يغادر قصك يطلع من البرنامج، يعني خسرانين مو يغادر للجلوس. شباب كلمة حق صراحة أقولها لشباب شكرا إبداع، ما شاء الله ما قصرتم، يمكن مفاجأة. يعني رأيي الشخصي، أنا قلت في أول يومين تقريبا الشباب ما اندمجوا مع بعض وما دخلوا مع بعض، لكن من ثالث يوم أو رابع يوم ما شاء الله التميز كان واضح جدا، وهذا بفضل الله، بفضل جهود الشباب وكذلك جهود النجوم اللي كانوا في البرنامج، إبراهيم النقيب ومحمد عباس والشنب المميز والمبدع اللي مكوش على ما شاء الله تبارك الله على جو أول برنامج، وهو شنب عيد سعود. وأيضا الأستاذ سامي جر الله ما ننساه أكيد، الفريق اللي على يسارك النجوم سامي جر الله. شو اسمه الفريق على يسارك؟ خمن بسرعة. بصمة. بصمة وفريق موجة. موجة. من سوف يبصم بصمة خروج ولا يروح موج الشرقية؟ شرقية. إيه. إذن بعد إعلان الفريق الذي سيغادر نقول للجميع بما فيهم لجنة التحكيم شكرا لكم، إطلالة جميلة ومميزة. نسمع التحية لهم. شوف بإذن الله هم يوم 12 معانا إن شاء الله، ويوم 19 كذلك معانا. اليوم نقول لكم بعد الختام نشكر الجميع مباشرة، حنختم وحنقول سحورا هنيئا للجميع. طيب عبد الوهاب عشان الوقت. أيوة. واليوم عنواننا سما زرقاء والفريق الذي سوف يغادر هو فريق أكد لي يا شباب، أكدوا لي. موجة يغادر. موجة في أمان الله. طيب اصبروا لسه ما انتهينا، احنا نقول شكرا شباب. ننزل بس شباب، ننزل يا أبو رزيقة والشباب معلش. فريق موجة يعطيكم العافية، فريق موجة الآن ما قصرتم.